نشكروا القوات المسلحه، كنشكروا الجميع، كنشكروا اللي وقف معنا في المحنه ديالنا في نواكشوط. حنا دوزنا 3 أسابيع في نواكشوط، كاين الاخوه اللي دوزوا 25 يوم، كاين اللي دوز 26 يوم، على حسب. المهم انا كنت في مالي باش جينا، دوزت 3 أسابيع، 3 أسابيع اللي دوز ما بخير وعلى خير الحمد لله. يعني السلطه ديالنا، القنصليه، المجتمع المدني الموريتاني، كل شيء تهلا فينا بخير وعلى خير، ما خصنا حتى شي حاجه. يعني كل شيء كانوا كيجيبوه لينا، اكل، شرب، ما خلاوش، ما قصروش من 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 جدو كامل، لا الناس لا الموريتانيين لا كل شيء. حنا بخير وعلى خير، واليوم حنا راه فرحانين فرحه ما تصورش على البلد. الفرحه اللي حنا فرحانين بها، لقينا الطريق مزيانه مقاده، لقينا المرتزقه زادوا في حالهم، وحنا فرحانين جد، فرحانين بزاف، ما تصورش على البلد، فرحه كبيره. وكتشوفوا الاعلام الوطنيه كل شيء معلق الرايه، كل شيء فرحان، كل شيء مداز ما بخير وعلى خير الحمد لله. حنا فرحانين جد، سعداء بزاف بزاف على هذه المبادره هذه. كنا ديما محغورين في هذه المنطقه هذه، كيستفزونا اناس ما تنعرفوهمش، كيستفزونا، كينهبوا لنا اجياب ديالنا، الجيوب ديالنا، كيديو لنا فلوسنا، كل واحد اش كيقول. والحمد لله اوتي النصر، الجيش المغربي الحمد لله انتصر على هاد المرتزقه اللي جاوا هنايا بناو الخيام ديالهم مده 23 يوم، وهما المعبر المغربي لقرقالات مسدود بصفه نهائيه. وكنهنيو جلاله الملك محمد السادس، الله ينصره والله يحفظه لنا. خويا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحياتي للجيش الملكي وتحياتي للقوه المسلحه، وكنشكر سيدنا الله يرزق الصحه ديالو. وحنا خويا اول نهار كنفرحوا به هو هذا، الحمد لله نطلبوا الله سبحانه وتعالى يدومها. حنا المعاناه اللي عشنا في هذه الصحراء هذه كثيره، حنا من الناس الاولين في هذه الصحراء، وكنا كنعيشوا معاناه، والحمد لله اللهم لك الحمد تجاب ربي فرج. كنا كنبكي ولا كنبكي بصمت، عرفنا هذا الشيء ان شاء الله ما غيجي واحد النهار اللي غيتحقق الاحلام ان شاء الله ديال المغرب، الشعب المغربي. وكان واحد القضيه كنسوها، سي جلاله الملك حسن تاي الله يرحمه مسكين، هو ينهض على هذه الصحراء من الاول، وخلى الولد ديالو محمد السادس الله يرزقه صحيحته، والله يرزقه اللي كيتخلفوا ان شاء الله سبحانه وتعالى. حنا عشنا في موريتانيا ما يزيد من 26 يوم من نهار 15/11 حنا في موريتان. وما ننسوش نشكروا السلطات القنصليه ديال المغربيه اللي في موريتان، والسلطه ديال موريتان، وبالاخص القنصليه المغربيه اللي بقات ما ازرنا حتى الاخير مطاف، هما بقوا معنا حتى ديال الواجبات ديالنا، خرجنا بحالنا بسلام. وكنشكروا السلطات الموريتانيه المجاوره للمغرب الاخوان. رساله بالنسبه للبوليزاريو، راه حنا مغاربه ونبقاو مغاربه، ومن اجل نازرو كاين الشيفور، كاين العسكري، كاين المخزني، راه حنا هكا بقاو جلاله الملك لين ان شاء الله الرحمن الرحيم تحيد هذا الغضب من هذا البوليزاري وهذا المجانين. كنشكروا السلطات المغربيه والجيش الملكي وصاحب الجلاله نصر الله على هذا العمل الجبار، وكنشكروا السلطات الموريتانيه بما فيهم العمده ديال نواكشوط ووالي تفرغزين على الدعم ديالهم في هذه المده اللي دوزنا عندهم تما في نواكشوط، ديك 24 يوم اللي دوزنا تما. قدموا لنا كثير، داك الشيء اللي قدموا لنا كثير بزاف ما يتحصاش، قدموا لنا مواد غذائيه، دعم، وفروا لنا اماكن فين نجلسوا، الله يجازيهم بخير. وهنيئا للمغاربه كاملين، هنيئا للمغاربه، وعاش الملك، والله ينصر سيدنا، وتحيه نضاليه. ومغرب، مغربنا من طنجه حتى الكويره، وما نسمحوش في شي شبر ولو شبر في التراب الوطني ديالنا. وحنا جنود مجندين وراء صاحب الجلاله، حتى حنا رحنا الحمد لله راه كنشرفوا بلادنا في دول اخرين. والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا، والله يعز سيدنا.